حتى الآن لم يصدر التحديث عند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي الذي عادة ما ينشر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حصيلة محدثة ويعلن فيها عن أسماء جنود إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة، لكن بحسب ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي فإن هناك عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن ذلك حتى الآن، نظرا لعمليات إبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين التي عادة ما تكون طويلة ومعقدة ويتطلب ذلك ذهاب 3 ضباط من الجيش الإسرائيلي إلى عائلة الجندي القتيل من أجل إبلاغه وجاهيا وجها لوجه، ومن ثم الترتيب للجنازات وما ذلك الأمر، بمعنى أن الإعلان لا يكون فوريا ولم يصدر التحديث الذي كان يصدر عادة عند الساعة 12 ظهرا أي منذ ثلث ساعة.